احذر أخويا، احذر أخويا، احذر أخويا. احذر السيئات الجارية، احذر، إن من سعادة المرء أنه إذا مات ماتت ذنوبه معه. احذر، والويل كل الويل لمن مات وتبقى ذنوبه بعده. احذر، عبد يموت وذنبه لسه حي زي. احذر الممثلون والممثلات. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنك على العصا، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مال، هل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ ولما قرأته ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. يا من غفل عن دنياه، يا من لا يعرف مصيره ومأواه، يا من يعتقد أن الله لا يراه، إلى متى هذه الغفلة؟ إلى متى؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلقب من غيظ ومن غضب على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، هل سرى فيه حرفا غير ما كان؟ جئت كافيه على المعنى وجهت تمام، والحق حقيقة تعلمنا دروس وحروف، ما جرى بالسنين اللي علينا هدام، شفت شيء عجيب وشفت شيء يطوب. أنا العبد الذي كسب الذنوب، وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا، على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب، وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا، على زلاته قلقا كئيبا. إذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
المنطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلق.